هوية بريس. شكرا للهوية بريس على هذه الاستضافة، وكذلك من هنا كنقدم جزيل الشكر لرجال الأمن الفرقة الجهوية، خصوصا الفرقة التي تعمل ليل نهار من أجل أمن وأمانة وتبليغ الرسالة ديالها من أجل الأمن والأمان في هذه المدينة. احنا كنستنكروا بكل شدة ما وجد أمس داخل الحمامات، ما يسمى بالحمامات ديال التدليك، لأن احنا بلد إسلامي. زيادة على ذلك هنا في مدينة فاس من العيب والعار أن العاصمة العلمية والروحية للمملكة تكون فيها بحال هذه المسائل هذه. كذلك كنقولوا للناس اللي كدير المراقبة، أين أنتم أيها المسؤولين على هذا الإيطاع هذا، وخصوصا اللي كيسلموهم الرخص إلى غير ذلك، والمتتبعين ديال هذه الحمامات اللي كيوقع فيهم داخل هذا الشيء. أكثر من ذلك هو أننا رجال الأمن ديال الفرقة الجهوية يعملون ليل نهار، وهم مجموعة ديال الإخوان في أجهزة الدولة اللي كتحرص على الأمن ديالنا والأمان ديال هذه البلاد هذه. أكثر من ذلك نقول للمسؤولين سواء السلطات المحلية ولا المنتخبة، ماذا تفعلون في هذه المدينة؟ كان من المفروض على أنهم تهما يكونوا السباقين والأوائل اللي هما اللي كيخبروا واللي كيداهموا أو اللي كيسحبوا الرخص لهذه الأشخاص مثل هذا الذي تشين بالعاصمة العلمية والروحية للمملكة. من هنايا كنشيد برجال الأمن على المجهودات الجبارة، وكنشيد كذلك بساكنة مدينة فاس وساكنة الدار البيضاء على المجهودات اللي قاموها اللي عطات درس، اللي هو درس الكرة المغربية ككل للمملكة المغربية وللعالم في ذاك العرس اللي هو عرس كبير بين الفريق الوداد البيضاوي والفريق المغرب الفاسي. وكذلك نشيد بالدور الذي لعب به الأمن من أجل عدم وقوع أي شيء أو حتى هذاك. كانت واحد العرس اللي هو أخوي عائلي، من هنا كنقولوا ديرها من العاصمة العلمية، كنقولوا للأمن نحن معكم ويد واحدة من أجل الأمن والأمان في هذه المدينة وعدم تشويه سمعة المدينة، لأن شكون اللي كيشوهها؟ اللي كيسلموا الرخص مثل هاد الأشخاص اللي كيديروا لنا هاد الفضائح. هو على حسب التصريحات التي خرجت بها مجموعة ديال المنابر الإعلامية، أن ما وجد داخل الحمامات ولا داخل ذاك الأماكن اللي مغلوعة، شكون اللي كيدخلوا لها؟ كيدخلوا لها غير المسؤولين، بيني وبينك كيدخلوا لها المسؤولين وتيدخلوا لها ناس معروفين واللي كيحميو حتى هما واللي كيكذا واللي كيكذا. بغينا نعرفوا حنا هاد المدينة كيفاش ماشية. فإلا كانت قامت بالدور ديال هاد الجهة الفرقة الجهوية بهاد الدور اللي هو يحتسب لها صراحة ويحتسب لرجال الأمن المخلصين في هذه المدينة، لأن ما عمرهم كانوا يتوقعوا أنهم يقتحموا هذه الأماكن اللي يعتبروا فيها أنهم أبناء ديال هذه الطبقة البرجوازية والمسؤولين البرجوازيين إلى غير ذلك. نتمنى أن يكون فيها شي مسؤول في هذه الاعتقالات وتبان شي جهة معينة. والله العظيم نتنهضر معك إلى نتمنى من الله باش يبان الحقيقة ديال مدينة فاس، لأنها ما تجيش غير في الدراوش. السلام عليكم. كنشكروا المجهودات اللي قامت بها رجالات الحموشي لا اللي في العلن ولا اللي في الخفاء على هذه المبادرة القيمة اللي داروا. وصراحة سيدي ربي لا أنا من الساكنة ولا من الساكنة الفاسية كلها استبشرت حسنا بهذا التحرك اللي دار، والحمد لله من احسن الى احسن. الحمد لله فاس من الامن من احسن الى احسن، اللهم لك. وحنا كبلد اسلامي ما كنبغيوش بحال هاد النقط يكونوا في المدينه. حنا ما كبرناش في هذا الشيء، كبرنا في المدينه، ولاد المدينه ما كنعرفوا بان كاين الاصول وكاين هذه. ما يمكنش فاس واكثريه فاس اللي هي روحيه ودينيه يتشاف فيها بحال هاد الشيء. ما يعني هادشي كلشي راه ضده، ماشي غير انا من الساكنه، راه كلشي ضده. لا جلا فاعلين جمعويين ولا 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 من الساكنه، كلشي ضد هاد المساله هادي. حتى واحد ما يبغي انه يكون حداه لا في الحي ولا من غير الحي، ولا انه يشوف هاد الظواهر هادو ولا يشوف وليداتهم هاد الظواهر هادو، لان هادشي مهما لقاو بنيته مازال كما قالت الصحف هذه، حنا اللي قريناه واللي شفنا انها فيها 17 سنه. يعني هنا ملي كتدخل في القصيرين، يعني هنا راه كيوقع انه بنت كتدي بنت وبنت كتدي بنت، هنا غادي يوقع في واحد المشكل. زائد المخدرات وفنيد الهلاسه وهذه. اذا هنايا الحمد لله هذا راه مجهود، اللي تقام راه مجهود، راه ماشي
ماشي بالسهل انك تتبع وماشي بالسهل انك تحرص على ديك باش تجبد ديك الخيوط، راه ماشي سهله. راه الانسان راه غير كيقول راه دار واحد، ولكن راه دار واحد المجهود من الامن اللي كيتشكروا عليه من هذا المنبر هذا، راه كيتشكروا عليه لانهم هما مشاو بواحد الطريقه اللي تنقولوا حنايا مثلا راه شي بقاو غاديين حارسين على داك الشيء حتى انهم طيحوا هذا الخيط. برافو 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 رجاله الحموش. هوية بريس.